هاي يا جماعة، النهاردة هنتكلم عن commitment و productivity. أنا يمنى ومعانا النهاردة علي ومحمود ومحمد ومصطفى. الـ generation بتاعتنا هي أكتر generation عدى عليها technological development. ده logically المفروض إن هو يكون بيدينا التولز اللي تخلينا نبقى productive جدا، ولكن كتير مننا بيلاقي صعوبة جدا إن هو يكوميت ويبقى productive. ده علشان إن إحنا بقينا على طول distracted في حاجات تانية ومش عارفين نفكر في حاجة واحدة. ودي اكتر مش مشكله حد واحد، دي بقت مشكله الجيل كله فعلا. فاحنا النهارده مع بعض هنشوف ايه الحاجات اللي بتخلينا مش قادرين نكوميت ولا نبقى برودكتيف، وبعدين في الاخر هنشوف ايه الستبس اللي ممكن نعملها اللي تساعدنا اكتر على كل. اول حاجه هنشوفها مع علي هو البروكراستينيشن. اول حاجه بتاثر على البرودكتيفيتي عموما هي البروكراستينيشن. طيب ايه اصلا هي البروكراستينيشن؟ البروكراستينيشن ده اللي هو اللاك اوف سيلف كنترول، اللي هو ان انا مش قادر اكنترول نفسي ان انا اقعد اخلص تاسك ورايا او اخلص اسايمنت ورايا، او ان انا مثلا عندي كذا تاسك انا بسيب المهم اللي المفروض يتسلم دلوقتي واقعد اعمل في واحد مش مهم لمجرد ان انا بحبه او شايفه سهل بالنسبه لي او انا بحب اعمله اكتر. طيب واي بروكراستينيت؟ لسببين. اول سبب ان انا باوفر استيميت الابيلتيز بتاعتي، اللي هو بقول لا انا بعرف احفظ كويس، بعرف اذاكر بسرعه، فخلاص انا هنام واليوم اللي بعديه هرفع اخلص مذاكره الجزء عموما او اي حاجه بسرعه. تاني سبب ان انا بوندر استيميت الافورت اللي هعمله في التاسك دي، بقول لا مثلا الجزء كمان كام يوم، بحط فيه مثلا لكشر واحده، فاللكشر دي خلاص مش هتاخد اي وقت ولا اي حاجه، فهنام وهفضل اراكم على نفسي بكره وكده. طيب في تايبس اوف بروكراستينيتورز هنتكلم على اثنين منهم النهارده. اول واحد هو الوريور. طيب ايه الوريور ده؟ الوريور ده اللي هو دايما خايف ان هو يفشل، دايما بيبقى حاسس ان هو هيفشل، عارف ان هو هيقدر يخلص ويخلصه صح وبسرعه، بس احساسه ان هو دايما خايف ان هو يفشل بيخليه ما يبداش خالص. تاني واحد معانا اللي هو perfectionist. perfectionist هو شبه شويه الوريور، بس الفرق ان perfectionist بالنسبه له اي غلطه تعتبر بالنسبه له فشل، فهو لو ما خلصش الحاجه 100% perfect ده يعتبر بالنسبه له ان هو كده فاشل، فبرضه بيخاف يفشل، لازم يخلص كل حاجه 100% perfect. محمود دلوقتي هيكلمنا عن تاني حاجه بتاثر على البرودكتيفيتي. تاني حاجه بتاثر على البرودكتيفيتي هي الديسيجن ميكنج. دلوقتي بقى في اوبشنز كتير جدا عن زمان، دي طبعا حاجه كويسه. ليه؟ ان مور اوبشنز مور اوبورتيونيتيز، الروتين مش هيتكرر، فمفيش زهق ولا الكلام ده كله. لكن عملوا ريسيرش وقالوا ان الكلام ده مش صح. لقوا ان في الاول بتحس بتاثر عليك بوزيتيف، بعد كده هتنزل معاك لحد النيجاتيف، هتبقى حاجه مش كويسه. بعد كده عملوا ريسيرش تاني لقوا ان الناس في الديسيجن ميكنج بتحسن حاجه من الاثنين. يا ماكسمايزر يا ساتيسفايزر. مين دول بقى؟ الماكسمايزر ده بيبقى عايز احسن حاجه موجوده 100%، ولو في اعلى 100% ده التارجت بتاعه. وده طبعا بتاثر على النيجاتيف، لان على طول اي قرار بياخده بيبقى زعلان وبيندم منه. لكن الساتيسفايزر عكس تماما، الساتيسفايزر اي قرار هو مبسوط منه، مش لازم السولوشن للبروبلم يبقى 100%، بس خلاص قرار السولوشن يبقى تمام. وطبعا اي راحه بال غير طبيعيه، اي قرار تمام خلاص مش مشكله ما بيندمش. الحاجات دي مش بتطبق في القرارات الاسريه، بتطبق في حاجات صغيره. مثلا لو انا في السوبر ماركت رحت اشتري اي حاجه، كان في قدامي اوبشن كتير مش عارف اخد اي واحد فيهم. حتى مثلا هنا لما عملوا ريسيرش وجربوا حطوا 24 نوع من المربى، لقوا 3% بس اللي اشتغل. لما حطوا ست انواع بس، لقوا 30% اشتغل. طب ايه حل المشكله دي؟ حل المشكله دي ان انت تشوف، تمسك العصايه بالنص وتشوف سلوشن كويس، مش لازم يبقى احسن حاجه، بس تغير سلوشن وخلاص. طب لو انت عايز تعرف انت ماكسمايزر ولا سبايس، هنعمل كويس في الاخر واسكان الكيو ار كود وتشوف انهي واحد فيهم. يومنا دلوقتي اتكلمنا عن السوشيال ميديا. تاني حاجه هنتكلم عنها النهارده هو السوشيال ميديا. اول حاجه السوشيال ميديا تايم مانجمنت. اكيد كل الناس اللي فينا عندهم اكونتس على الابلكيشن دي بيستخدموها ليه، بس الدراسات اثبتت ان احنا كستودنتس او التينيجرز عامه عندهم مشكله كبيره جدا في ان هم ينظموا وقتهم في وجود السوشيال ميديا. طيب اكيد كل الناس عايزه تنظم وقتها، يعني محدش اكيد بيفتح مثلا موبايله ويقول يلا انا هقعد 3 ساعات دلوقتي على تيك توك، بس في الحقيقه فعلا هو ده اللي بيحصل. ده بيحصل لان الابلكيشن دي ديزاين ان هي تدي بايت سايز كونتنت، يعني مثلا فيديوز صغيره جدا مدتها 15 ثانيه، فتخليني افكر اكيد يعني مش الفيديو اللي هشوفه ده هو اللي هيضيع لي وقت. بس اكشلي الالجوريزمز بتاعت الابلكيشنز دي معموله بطريقه ان هي تطلع لك الفيديوز اللي فعلا عجباك، فانت تقعد تسكرول انكونشسلي وتضيع وقت كبير جدا. تاني حاجه هنتكلم عنها ازاي السوشيال ميديا بتأفكت اس على بيرسونال اند بروفيشنال ليفل. احنا البني ادمين معروفين ان احنا سوشيال كريتشرز، والدراسات اثبتت ان تعاملنا مع بعض ده بيخلي حاجات زي الدبريشن والستريس واللونلنس تقل بشكل كبير جدا. السوشيال ميديا المفروض ان هي تعمل نفس الحاجه، بس في الحقيقه الدراسات اثبتت ان هي بتعمل عكس تماما، بتسبب هي انكزايتي ودبريشن. وده بسبب فينومينا اسمه فير اوف ميسنج اوت.
هو ان انا ابقى على طول عايزه اتشيك موبايلي اشوف اي نوتيفيكيشن جات لي عشان ابقى ابديتد باي حاجه بتحصل حواليا، فده طبعا بيشتت جدا من التفكير وبيضيع وقت كبير. تاني حاجه السوشيال ميديا بتسيت فيري هاي unrealistic standards، يعني مثلا ابلكيشن زي انستغرام او لينكد ان الناس بتشارع عليها دايما انجازاتها والجود سايد من حياتها، دي ممكن تبقى حاجه كويسه ان احنا نشارك مع اصحابنا الحاجات دي، بس من ناحيه ثانيه الناس اللي بتشوف البوست دي بتقعد تفكر طب كده انا not good enough، انا لازم احسن من نفسي، لازم احسن الابيليتيز بتاعتي، وده طبعا بيأثر جامد على المنتل هيلث بتاعتك. ده اللي هنشوفه اكتر مع خالد اللي هيكلمنا عن ازاي المنتل هيلث بتأثر على المنتل هيلث. هنتكلم النهارده عن علاقه المنتل هيلث بقضيه المركز. المنتل هيلث كتير قوي بتأثر دايركتلي على طريقه تفكيرنا وتركيزنا، ده بيأثر على الورك ريت والورك برودكتيفيتي بتاعتنا بشكل كبير قوي. اول مادة اللي انس هتكلم عنه انكزايتي. يعني ايه انكزايتي؟ انكزايتي هو الستريس الزايد، التوتر الزايد اللي بيأثر على ديناميك اي تيم دايما بالنجم. طب ان جنرال كل الورك بليس بتجنريت انكزايتي، انكزايتي بسبب ديدلاينز، انكزايتي بسبب ديبرشن، انكزايتي بسبب بروموشنز، انكزايتي بسبب اوفر لود في الشغل. عشان كده كل المانجرز كل المانجرز في الشركات والمكاتب بيحاولوا على قد ما يقدروا يخلي فيه ستريس فري انفايرمنت عشان يريحوا الامبلويز بتوعهم ويزودوا الورك ريت والور برودكتيفيتي. تاني منتل انس هتكلم عنه الدبرشن. الدبرشن هو الاكتئاب. هو انس بيسيطر عليك وعلى طريقه تعاملك مع الناس، وعشان كده بيسيطر على البرودكتيفيتي بشكل كبير قوي. تعالوا نشوف ازاي. وريته دلوقتي ثلاثه اكزامبلز او ديبرشن افكتس برودكتيفيتي. اولها اللو انرجي. Depression causes low energy. بتبقى دايما حاسس انك تعبان، دايما حاسس انك مش قادر تخلص الشغل اللي وراك، ففي الاخر ما بتقدرش تخلص الشغل اللي وراك فعلا. تاني اكزامبل common mistakes. بسبب الدبريشن دايما بتبقى مش مركز، دايما بتبقى مش شغال 100%، علشان كده بتلاقي عندك المستيكس بتاعتك في الشغل عماله تزيد اكتر واكتر. واخر وتالت اكزامبل هتكلم عنه lack of responsibility. بسبب الدبريشن بتبقاش عايز تشتغل، بتبقى عايز توزع شغلك على كل اللي حواليك، بتبقى بتحمل كل مسؤولياتك، وكل دي اسباب عن هاو الدبريشن افكتس برودكتيفيتي. ودلوقتي مصطفى اتكلمنا عن حلول المشاكل دي. طبعا احنا اتكلمنا عن انواع البروستنيشن واسباب وكل حاجه عنه، بس لسه فاضل حاجه واحده بس، وهي ازاي نتفادى او نحل. خلينا نتكلم عن اشهر طريقه فيهم اللي هي 5 بي ام بلس. ايه بقى 5 بي ام بلس؟ عباره عن طريقه عملها لنا راجل اسمه روبرت شارما، بيقول لك ان دلوقتي تصحى الساعه 7 عشان عندك شغل او جامعه الساعه 8، تصحى الساعه 4 تصحى الساعه 6، تعمل ايه بقى في الساعه دي؟ تقسمها ثلاث اجزاء، تلت تذاكر فيه، تلت تتمرن فيه، وتلت تفكر انت هتعمل ايه النهارده. طبعا هي روبرت شارما مشهوره بادبيه الطريقه دي، بس هي في الحقيقه مش صح حاجه. ليه مش صح حاجه؟ عشان مش كلنا لنا نفس الاهداف. انا مثلا واحد عايز اتعلم كود بروجرامنج جديد، وشايف ان هي ملهاش اي لازمه ان انا اقعد افكر في 20 دقيقه. خلاص انا ممكن اتمرن في 20 دقيقه واذاكر في 40 دقيقه. لو انا دلوقتي واحد ما بعرفش اذاكر الصبح وبرضه شايف ان هي ملهاش لازمه ان انا افكر في 20 دقيقه، خلاص انا ممكن اتمرن الساعه كلها. المهم ان انا اتمرن، ان انا استفاد من الساعه ان انا اصحى بدري. طبعا كتير هيسال طب انا ايه اللي اصحى بدري؟ ان انا براحتي وبعدين اذاكر اتمرن بالليل عادي. اقول لك انت اكيد جسمك وعقلك الصبح وانت واخد كميتك من النوم اكيد مش هيبقوا زي جسمك بعد الشغل او الجامعه، فبالتالي البرودكتيفيتي بتاعتك هتزيد الصبح. طب تمام، احنا متفقين معاك في كل اللي انت قلته ده. احنا عايزين نعرف امثله فعلا تطبق طريقتك فعلا ليه. نتكلم في الاول عن براء بيصحى الساعه 5 يتمرن وبعدين يكمل يوم. تاني واحد معانا هو جيف بيزوس صاحب شركه امازون، بيصحى الصبح الساعه 5 يعمل كارديو وبعدين برضه يبدا يوم. واخر واحد معانا هو هاورد شات سي او بتاع ستار بوكس، نفس الكلام زي ما. طب الاخر محدش فيكم ليه حاجه ان هو يجرب بالطريقه دي ويقول له اصبر. زي ما سمعنا وشفنا ان في حاجات كتير قوي بتاثر على البرودكتيفيتي بتاعتنا، وان في ديستراكشنز كتير جدا بقت في حياتنا بتخلينا مش قادرين نختار الاختيار الصح ونعمل الرايت ديسيجن وعلى الراي البحريه. ما تستناش لما المكتب يتقطم او انك تجيب كرسي جديد او انك تكتب بالقلم اللي انت بتحبه او انك تبتدي في مواعيد تقبل اسم على 60 او انك تستنى لحد ما الساعه 9 تيجي عشان تبدا اي حاجه في حياتك. ابدا. فلازم نبدا. والفايلز اللي بتوزع عليك دي اعملها واحد بروكراستينيتور. لو عايزين تشوفوا الستابس كلها تبقى تبص كده الكيو ار كود، والكويز كمان اللي محمود قال عليها اشتغلت مع سوايزر وعايز تسوايزر. ثانك يو.